كما اكد الرئيس السيسي ان صوت مصر في ثوره الثلاثين من يونيو كان مسموعا موضحا ان مصر اكبر من ان تختطف واعظم من ان يتصور احد ان بمقدوره خداع شعبها العريق وشدد الرئيس السيسي على ان المصريين كتبوا لانفسهم على اتساع مدن مصر وقراها دستور مباشر نابع من ضميرهم الشعبي عنوانه ان مصر للمصريين ومصيره لا يقره سوى ابنائها المخلصين في ثورة الثلاثين من يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول أنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العريق وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على اتساع مدن مصر وقراها دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي عنوانه ان مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى ابنائها المخلصين شعب مصر العظيم ان روح ثوره الثلاثين من يونيو بما تمثله من تحد وقدره على قهر المستحيل ذاته ما زالت هي نبراس عملنا حتى اليوم شعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنه بعد ان نجحنا بفضل الله واراده الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون بل وتمنوا ان تكسرنا وتقضي علينا وبئس ما تمنوا